أصيب 5 فلسطينيين بجروح واختناقات جراء إصابتهم بقنابل مسيلة للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال مقر النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات في رام الله واستولت على بعض الحواسيب والوثائق، كما دهمت شققا سكنية وبعض المنشآت وتمركزت في حي بطن الهوى وسط المدينة. وفي بلدة حلحول جنوبي الضفة قامت قوات الاحتلال بمداهمة البلدة لتأمين عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس. قوات الاحتلال استخدمت أيضا قنابل مسيلة للدموع ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة العشرات برصاص معدني وحالة اختناق. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل في القدس 18 شخصا، بينهم وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي ومحافظ القدس عدنان غيث بتهمة انتهاك حظر النشاط السياسي في المدينة. معنا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، ما أسباب هذه الهجمة الإسرائيلية وما آخر التطورات لو سمحت؟ يعني تم الإفراج عصر اليوم عن وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي وأيضا محافظ القدس عدنان غيث بعد تحقيق استمر لعدة ساعات. الادعاء الإسرائيلي بأنهم قاموا بخرق اتفاق الوسط أو الاتفاق الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بخصوص النشاطات في مدينة القدس، ولكن بحسب تأكيدات من الفلسطينيين بأن يحاول الفلسطينيون العمل في المدينة رغم كل التضييقات. هذا الاعتقال لم يكن الأول بالنسبة لوزير القدس وأيضا لمحافظها، حيث اعتقلوا في فترات سابقة ولي عدة مثلا محافظ القدس تم اعتقاله لعدة أيام وخضع تحقيق مكثف. بخصوص ما حدث في رام الله، فإنه ظهر اليوم قامت قوات الاحتلال وأكثر من 18 آلية عسكرية باقتحام أحياء في المدينة، واندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال وبين الشبان وقوات الاحتلال. وكان هناك اقتحام أيضا في صباح اليوم لبلدة بير زيت في المدينة حيث في المحافظة عفوا حيث اعتقلت 3 طلاب، وبعد ذلك اقتحمت مدينة رام الله. اندلعت مواجهة بين الشبان وبين قوات الاحتلال ونتج عنها إصابات بالاختناق جراء اطلاق قنابل غازية بكثافة باتجاه منازل المواطنين وباتجاه المواطنين المحتجين. قوات الاحتلال قامت باقتحام عدد من المكاتب الموجودة في حي بطن الهوى وعدد من المناطق والشقق السكنية وقامت بتفتيشها. تأتي هذه الإجراءات وهي تقريبا شبه يومية، تقوم قوات الاحتلال فجرا التحديد باقتحام مناطق عدة من الضفة الغربية واعتقال الفلسطينيين. في القدس كان هناك اعتقال لعدد من الفلسطينيين، وكان أيضا اعتقال وتم الإفراج عن عدد منهم بعد خضوعه للتحقيق وبعد توقيع على كفالات وإبعاد عن مناطق معينة داخل المدينة. شكرا جزيلا أحمد جرادات مراسلنا في القدس.